مساء الخير سادس، كيف حالكم؟ الحمد لله تمام. كيف الدراسة؟ تمام. الحمد لله. طيب اليوم إن شاء الله حبيت أطلع معاكم لايف، بدنا نشرح مع بعض الوحدة السادسة وهي وحدة الإحصاء. طبعاً يا مس أنتوا بتعرفوا إنه الإحصاء إشي كتير مفيد بحياتنا، وهو فرع من فروع الرياضيات بيساعدنا على تنظيم البيانات وجمعها وعرضها وتحليلها، وبيوفر علينا الوقت والجهد. تمام، هذا الشيء أخذناه بالصف الرابع والخامس، لكن اليوم بدنا ناخده بشكل موسع أكثر. فخلينا نبلش مع بعض بأول سلايد مراجعة. إذا سمحت يا ندى اقرأ لنا السؤال. إذا كانت أوزان 20 طالب في أحد المدارس على النحو الآتي. هلأ عندنا 20 طالب، أوزانهم موزعة على النحو الآتي اللي مبين عندكم بالسلايد. يعني في عندي طالب وزنه 20، طالب 23، طالب 24، طالب 22، 25 وهكذا. إذا أنا حكيت لكم صنفوا لي إياه بجدول تكراري مر علينا بالصفوف السابقة بشكل سريع، راح تصنفوا لي إياه بهذا الشكل. يعني راح تحطوا مثلا الوزن 21 متكرر مرة، الوزن 22 متكرر مرتين، ال 24 متكرر 4 مرات. من وين أنا جبت التكرارات؟ جبتهم من البيانات الموجودة عندي فوق. تمام؟ فأنا ممكن مثلا أجي أسألك يا جهينة، عدد الطلبة الذين وزنهم 25 كم طالب؟ كم طالب جهينة؟ 5 طلاب. ممتاز. طيب سيدرا، ممكن أنا أسألك كم عدد الطلبة الذين وزنهم 26؟ 1. ممتاز. فهيك يا مس أنا وفرت وقت وجهد من خلال الجدول التكراري اللي موجود عندي. طيب إحنا اليوم مادتنا هاي البيانات صارت تكتر، يعني بطل 20 طالب، ممكن نحكي لك 40 50، ممكن نحكي لك عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية. فعنا القيم رح تصير تكتر، والفرق بين الحد الأعلى والحد الأدنى برضو رح يصير يكبر. فبهاي الحالة يا سادس نحن رح نفوت على درسنا اليوم وهو الجدول التكراري ذي فئات. إذا كمان مرة، ليش أنا احتجت هذا الجدول التكراري ذي فئات؟ لأنه في عندي البيانات صارت عددها كبير، والفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة كبير نسبيا. اليوم إن شاء الله رح نتعلم معاكم كيف نصمم الجدول التكراري ذي فئات. نشوف الخطوات مع بعض. أول شيء بدنا يعني نحل من خلال مثال. إذا كانت علامات 40 طالب في امتحان الرياضيات علامته العظمى 20 على النحو التالي. عندنا 40 طالب، يعني ملاحظين يا مس معاي إنه الطلاب عددهم زاد، فهنا راح نحتاج للجدول التكراري ذي فئات. خلينا نبلش شوي شوي بالخطوات. خطوات تصميم الجدول. أول خطوة هي نعين أقل قيمة اللي هي أدنى قيمة في البيانات. فإذا رجعنا يا مس مع بعض لهون وحكيت لك يا لميس، ما هي أقل علامة للطلاب؟ أقل علامة 3. ممتاز. إذا أقل علامة بين علامات الطلاب وهي العلامة 3. إذا هاي أول خطوة حكت لنا إياها لميس، أقل علامة. طيب نشوف الخطوة الثانية. الخطوة الثانية نختار أول فئة للعلامات. شوفوا كيف أنا رح أختار الفئة. الفئة يا مس إلها شرط إن تكون الضم جواتها أقل قيمة أنا عرفتها، يعني لميس صاحبتكم حكت لي أقل قيمة هي 3، أعطوني فئة بحيث إنه 3 تكون بينهم. فأنا هون كتبت لكم الفئة من 1 إلى 5. ممكن مثلا سيدرا تعطيني فئة ثانية. 1 لـ4. ممتاز، 1 لـ4. هل الثلاثة بين 1 والـ4؟ موجودة. إذا فئتي صح وفئة صاحبتكم سيدرا صحيحة، فالفئة أنت بتختاريها، بس انتبهي على الشرط إنه يكون العدد 3 أو القيمة الأدنى موجودة بينهم. طيب هي عرفنا الخطوة الثانية. طبعا شوفوا الفئة يا مس من 1 لـ5 اللي بأشر عليها أنا هون، من 1 لـ5، 1 هي الحد الأدنى و5 هي الحد الأعلى، لازم تعرفوا هاي المعلومة. تمام؟ واضح كل شيء؟ تمام. واضح. يلا ننتقل إلى الخطوة رقم 3 مع بعض. الخطوة 3 لازم يا مس توجدوا طول الفئة. شو هو طول الفئة؟ طول الفئة له قانون لازم تعرفوه.
الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى زائد واحد. طيب جهينة معايا يا ماس؟ ممكن تعطيني الحد الأعلى للفئة ما هو؟ معاكي. تفضل. الحد الأعلى هو 5 والحد الأدنى؟ 1. أوكي، إذن 5 ناقص 1 4، بنزيد لها 1 5. معناها يا ندى طول الفئة كم طلع؟ 5. ممتاز، طول الفئة 5. شو رأيكم نشوف شو رح نعمل بالخمسة هلأ؟ يا هاي الخمسة يا مس رح أستخدمها لإيجاد باقي الفئات. شو رح أعمل فيها؟ يلا، أول فئة من 1 إلى 5 اللي وجدناها مع بعض رح أزيد للحد الأدنى 5 ورح أزيد للحد الأعلى 5. يعني إذا زدت للواحد 5 كم بتصير؟ 6. ممتاز، وإذا زدت للخمسة 5 كم بتصير؟ 10. أيوة ممتازين، إذن هاي الفئة الثانية. طيب نمشي نشوف لميس. لميس ممكن تعطيني الفئة الثالثة؟ الثالثة 6 ب10. تمام، شو رح تعملي؟ مين يساعدها فيكم؟ أنا. تفضلي ندى. أنا. بنزيد على 6 5 برافو عليكي. بنزيد على 10 5 بتصير 15. برافو عليكي. طيب والفئة الرابعة سيدرة تعطينا إياها؟ بنزيد 5 على 11 بتصير 16، بنزيد 5 على 15 بتصير 20. برافو عليكي. إذا هيك يا مس أنا خلصت خطوات تصميم الجدول، طلعت الفئات، عرفت طول الفئة، عرفت الفئة الأولى، وهيك خلصت جميع الخطوات. هلأ بنيجي لتصميم الجدول، شوفوا كيف تصميم الجدول. حنكتب فوق باللون الأحمر الفئات، وحنكتب تحت التكرار. كيف رح نوجد التكرار؟ شوفوا معي. هلأ الفئة من 1 ل5، يعني رح نرجع مع بعض لهذا السلايد. يلا مين يا مس اللي علامتهم من 1 ل5؟ رح نعدهم مع بعض. يلا عدوا معي عشان نروح للسلايد. خمسة يا مس. جاهزين، 5 طلاب. طيب مين الفئة اللي من 6 إلى 10 كم طالب؟ 5. من 6 إلى 10؟ 14. ممتاز، ممتاز ندى. طيب من 11 ل 15. ممتاز. ومن 16 ل 20؟ 9. نرجع لجدولنا مع بعض. هيني أنا هيك صممت الجدول وعبيت الفئات وعبيت التكرار، وهلأ رح أجي مع بعض نيجي مع بعض للأسئلة. طبعاً بحكيكم شغلة حلوة، إنه ممكن بعض الأسئلة يا مس يكون الجدول هذا اللي نحنا إلنا تقريباً 10 دقايق عم بنصمم فيه ممكن يجي مصمم، تمام؟ وممكن برضو ما يجي مصمم، فنحن بدنا نعرف يعني على الجهتين نحل. يلا نبلش بالأسئلة، نشوف واحدة واحدة. سيدرا، ما عدد الطلبة الذين حصلوا على علامة أقل من 11؟ 16. شوف الجواب. ممتاز، 19 طالب. يلا ننتقل إلى السؤال الثاني. ما عدد الطلبة الذين حصلوا على علامة أكثر من 15؟ ندى. أكثر من 15 اللي هم 9. ممتاز. نشوف جهينة، ما عدد الطلبة الذين علامتهم لا تزيد على 5، يعني تحت 5؟ 5. ممتاز، من الجدول طبعا نحن عم بنحل. نشوف لميس، أي الفئات الأكثر تكرارا يا لميس؟ الفئات الأكثر تكرارا الفئة من ممتاز، ممتاز لمس من 6 إلى 10. طيب هيك إن شاء الله يا مس بكون انتهى درسنا، إن شاء الله بكون إنه سهل وبنلخصه على الدفتر، ويعطيكم ألف عافية. حدا عنده سؤال؟
لا. واضح كل إشي؟ واضح. تمام، يعطيكم العافية وتصبحوا على خير، ونعمل end meeting. سلام.